طيب، ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل بقية الكلام على لابلاس. تاني لابلاس اهم حاجة فيه البروبرتيز ابقى عارفاها، يعني اللينياريتي. يعني ايه لينياريتي؟ لو انا عندي كذا فانكشن اوف تي مجموعين على بعض، لابلاس هو هيبقى نفس يعني f of 1s plus f of 2s، وكمان ثانية واحدة نفس الكلام ده. time shifting، لو انا عندي الشكل بتاع f of t ناقص a u of t ناقص a، هتبقى e power negative a s f of s. ده مهم جدا معانا. وال frequency shifting، يعني لو انا عندي f of s plus a، فده هيديني الشكل ده كده e power negative a s e power negative a t، مفروض f of t تبقى f of s plus t. تايم سكيلينج تبقى a t، هتبقى عبارة عن 1 over a f of s على a. الديفرنشيشن هيبقى بالشكل ده وهكذا، تمام. وبرده التابل بتاع الكومن فانكشنز، اللي هي لو احنا كان عندنا اللي هو فين، اللي هو في الاول اللي هو مكتوب كان في السكشن اللي فات، اللي هو اليو بتروح ل 1 اوفر اس، لو عندي تي يو بتروح 1 على اس سكوير، لو انا عندي تي باور ان في اليو فهي عبارة عن ان فاكتوريال على اس ان بلس 1، لو انا عندي دلتا فبتروح كانت ل 1 وهكذا. كوزاين الساين، التيبل ده مهم برضو جدا معانا. كمان في شوية mathematical properties محتاجين نبقى عارفينهم. ايه هم ال mathematical properties؟ ثواني، هو القلم راح فين؟ ال mathematical properties اللي هي لو انا عندي limit function f of x على g of x، وده بيساوي 0 over 0 او infinity over infinity، فمش هنعرف نجيب ال limit undefined، فبنلجأ للرول دي اللي هي partial fraction على partial fraction واجيب لهم الليمت، وده اللي هيطبق منه الرول دي اللي هي sin x على x بتساوي 1. ليه؟ لو جينا فكرنا هنلاقي ان الليمت x تروح لزيرو، ال partial بتاع ال sin x هو عبارة عن cosine ال x، و x نفسها ال differentiation بتاعها ب 1 وعوض ال x ب 0 ف cosine 0 ب 1، عشان كده طلع ان الليمت ده بواحد. ال table بتاع ال differentiation لو انا عندي اهو اللي هو d by dx ل x هو ب 1، ax a فاكرين x power n n x ناقص n 1 وهكذا، يعني ال differentiation الكلام ده مهم. ال ln x 1 على x، ال sin inverse ال tan inverse الكلام ده كله مهم جدا، sin inverse cosine inverse الكلام ده كله مهم قوي، وال integration بتاعهم، تمام. بقى نشوف اول مسألة عندنا، بيقول لي هات لي لابلاس، ماشي، لمين؟ ل 5 تي يو نوت اوف تي ناقص 3. فاكرين الرول اللي كانت بتقول اف اوف تي، ثواني، ايه 5 تي يو نوت اوف تي ناقص 3؟ عايز الكلام ده، انا بدوس كل شوية على الاستيك. ايه 5 تي يو نود اوف تي ناقص 3؟ عايز الكلام ده اعمل له لابلاس، ماشي. فاكرين الرول بتاعت اف اوف تي ناقص ال a في يو اوف تي ناقص ال a؟ الكلام ده كان بيروح ل e باور نيجاتيف a s e باور اف اوف s، فاكرين؟ طيب انا محتاجة، انا عندي هنا يو اوف تي ناقص 3، يبقى انا محتاجة اخلي الكلام ده تي ناقص 3، يبقى هنخلي 5 تي ناقص 3 بلس 3 في يو نود اوف تي ناقص 3. هو انا عملت حاجة هنا لما زودت ناقص 3 وبلس 3؟ ما عملتش حاجة. بعدين هفك الكلام ده، هقول والله انا عندي 5 تي ناقص 3 في يو اوف تي ناقص 3، وبعدين بلس 15 يو نود اوف تي ناقص 3. الكلام ده معملتش حاجة، أنا زودت ناقص 15 وجمعت عليه ناقص بلس 15، فمعملتش حاجة. فبقت ال equation بتاعتي في الآخر عندي 5 ناقص 3 في u of t ناقص 3، مش هي هي دي؟
هقدر اطبق الرول ده. طب الرول ده بيقول ايه؟ هيبقى عندي 5 تنزل كونستانت، وده هيبقى اي باور نيجاتيف 3 اس، والاف اوف اس بتاعت الاف اوف تي. مين الاف اوف تي عندي في الحالة دي؟ اللي هي تي في اليو بقى، من غير التي ناقص 3، كانت عبارة عن ايه؟ التي في اليو عبارة عن 1 على اس سكوير. طيب بلس نطبق اللينياريتي، هننزل ال 15، وبعدين انا عندي تي ناقص 3 في اليو، يعني يو اوف تي ناقص 3، فده تايم شيفتنج، يروح هنا يبقى اي باور نيجاتيف 3 اس، والفانكشن اف اوف تي اللي هي يو تروح ل 1 على اس، فبقى ده الشكل النهائي لابلاس بتاعت الايكويشن بتاعتي. طيب تعالوا نشوف رقم بي لو ما فهمناش رقم ايه. طيب انا عندي عايز لابلاس لمين؟ ل 2 تي سكوير ناقص 5 تي بلس 4، ماشي، الكلام ده كله مضروب في يو نود اوف تي ناقص 3، تمام. يبقى محتاجة اعمل ايه؟ محتاجة الاول اعمل الكلام ده، يبقى انا عندي 2 تي ناقص 3 كل سكوير ناقص 5 تي ناقص 3 بلس 4، تمام. انا زودت شوية حاجات ليه؟ عشان انا عندي هنا تي ناقص 3، يبقى كل تي اخليها تي ناقص 3، واعمل العكس بتاع الزيادات ده. يعني انا عندي هنا 2 سكوير فاوريدي موجوده، بعدين هيبقى عندي ناقص 6 في 2 ناقص 12 تي ما كانتش موجوده، يبقى ازودها بلس 12 تي، بعدين عندي بوزيتيف 9 في 2 18 تبقى ناقص 18، وهنا ناقص 5 تي ناقص 3، زودت هنا 5 في 3 بكام؟ زودت هنا بلس 15، يبقى هطرح ناقص 15، تمام، في يو نود اوف تي ناقص 3، تمام. كمان انا عندي ظهر 12 تي، فانا عايز 12 تي دي تبقى 12 تي ناقص 3، فانا زودت هنا 12 تي ناقص 3، يعني ناقص 36، تبقى بلس 36، يبقى في هنا كمان بلس 36. المهم ان الايكويشن دي في الاخر هتطلع عاملة ازاي؟ 2 تي ناقص 3 كل سكوير في يو نود اوف تي ناقص 3، تمام، وبعدين بلس 7 تي ناقص 3. ليه؟ لان عندي ناقص 5 وبلس 12 هتبقى بلس 7، وعندي 4 وناقص 18 وناقص 15 وبلس 36، فهتطلع برضو بلس 7، بس هنا في يو نود اوف تي ناقص 3، وهنا في نود تي ناقص 3. الكلام ده عايز اعمله لابلاس، فلما اعمله لابلاس بقى عندي 2 دي تنزل كونستنت زي ما هي، وعندي تايم سكيلينج اللي هي اي باور نيجاتيف 3 اس، وعندي تايم اللي هي تي سكوير في يو، دي هتبقى 2 فاكتوريال على اس باور 3، الجزء الاولاني، بعدين بلس 7 تي في اليو في شافتنج، يبقى 7 هتنزل الاول كونستنت، وبعدين e باور نيجاتيف 3s، وبعدين t في اليو عبارة عن s سكوير، وبعدين الجزء الأخير بلس 7u، دي هتبقى 7 e باور نيجاتيف 3s على s، تمام؟ ده رقم b. طيب تعالوا نشوف رقم، امسح بس الكلام ده كده، بعدين رقم c. c بتقول ايه بقى؟ دي مهمة جدا. تي ناقص 3 في اي باور نيجاتيف 2 تي في يو نود اوف تي ناقص 2، تمام، عايز لابلاس للكلام ده. ده في هنا تايم سكيلينج وفريكوانسي شيفتنج كمان، تايم سكيلينج وفريكوانسي، سوري، تايم شيفتنج وفريكوانسي شيفتنج. طب الاول انا عندي هنا يو اوف تي ناقص 2، محتاجه اخلي دي تبقى عباره عن تي ناقص 2 ناقص 1 و e باور نيجاتيف 2 تي ناقص 2، فانا زودت هنا ناقص 2، بس خلي بالي في نيجاتيف 2 هنا، يبقى e باور 4، يبقى هضرب في e باور نيجاتيف 4 عشان اطير انا زودته ده في u اوف نود اوف تي ناقص 2، تمام، حلو. بعدين هاخد كاني عملت سيمه هنا كده، هاخد الاول نيجاتيف 4 بره كده لوحدها اللي مضروبه، وبعدين هاخد البراكت ده مضروب في ده كله، يبقى تي ناقص 2
ماشي e باور نيجاتيف 2 ناقص كده في u نود اوف t ناقص 2، وبعدين في هنا نيجاتيف 1 مضروب في الكلام ده اللي هو e باور نيجاتيف 2 في u نود اوف t ناقص 2. الكلام ده بقى هعمله لابلاس ازاي؟ e باور نيجاتيف 4 ده كونستانت ينزل زي ما هو. طيب بعدين انا عندي، بصوا ركزوا هنا هنا كويس جدا، عندي الاول التايم سكيلينج بقى التايم شيفتنج، تمام؟ يعني تايم سكيلينج اللي هو t ناقص 2 روح هناك تبقى ايه؟ e باور نيجاتيف 2s، ماشي؟ شكرا. بعدين في يو كأن دي كده كابيتال ودي كأنها تي كابيتال ودي كأنها تي كابيتال، فتي في اليو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اس سكوير، بس اخلي بالي ان في هنا فريكوانسي شيفتنج اي باور نيجاتيف 2 تي، تروح هناك تبقى ايه؟ اس بلس ايه كل سكوير. تاني انا هنا عملت ايه؟ فاكرين الرول بتاعتي لما يكون عندي e باور نيجاتيف 2 في f of t، روح هناك لايه؟ ل f of s plus يعني نيجاتيف a t، روح هناك نيجاتيف s function قصدي s plus t، تمام؟ طيب انا عندي لو t دي هي t ناقص 2 كانها دي كلها t الجديده بتاعتي، الجديده بتاعتي دي خلاص يعني t ناقص 2 دي كانها تي كابيتال، انا عوضت عنها باللابلاس بتاعها اللي هو الجزء ده، يبقى e باور نيجاتيف 2s، اوعى تشيل الاس وتحط مكانها s بلس 2، ليه؟ لان انا خلاص الجزء بتاع ده انا عوضت بيه في الحته دي، تمام؟ فاهمين قصدي؟ لو انا ما كنتش عملت الجزئيه دي من الاول، لو انا ما كنتش عملت الجزئيه بتاعت t ناقص 2 من الاول كنت هحتاج اشيل كل تي واحط مكانها اس بلس 2، بس انا في الحته اللي انا عملتها دي ما احتجتش. تاني تعالوا نشوف في الجزء الثانيه دي، نيجاتيف هتنزل بعدين اليو اوف تي ناقص 2، التي ناقص 2 دي هعوض عنها باي باور نيجاتيف 2 اس واقسم الفانكشن بقى بتاعتي يو اوف تي جديده، ان تي ناقص 2 خلاص هشيلها واحط تي كابيتال، الفانكشن بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن 1 على اس، بس انا عندي e باور نيجاتيف a كابيتال، يبقى هشيل كل s واحط مكانها n s بلس t، تمام؟ لو انا اخدت الفانكشن e باور نيجاتيف 2s كومن بره هيبقى عندي e باور نيجاتيف 2s ناقص 4، وبعدين هعمل هنا s بلس 2 كلها كومن فاكتور كده، هيبقى عندي هنا 1 ناقص s ناقص 2، يبقى انا عندي نيجاتيف اس بلس 1 على اس بلس 2 كل سكوير اي باور نيجاتيف 2 اس ناقص 4. بصوا اللي انا قصدي عليه، لو انا كنت من الاول هنا عملت ايه؟ بصوا لو انا كنت من الاول يعني اور دي طريقه ثانيه، انا عندي تي ناقص 2 ناقص 1 ماشي اي باور نيجاتيف 2 تي يو نود اوف تي ناقص 2 هتساوي الكلام ده تي ناقص 2 e باور نيجاتيف 2 t u نود اوف t ناقص 2 ناقص e باور نيجاتيف 2 t u نود اوف t ناقص 2. هنا ما زودتش الناقص 2 اللي انا ما زودتها فوق، فالفانكشن دي هاجي اعمل لها لابلاس، هعمل ايه؟ اقول والله انا عندي الكلام ده عباره عن 1 على s سكوير، بس هشيل كل s واحط مكانها s بلس 2، وهنا هتبقى e باور نيجاتيف 2 وبعدين اشيل كل s واحط مكانها s بلس 2، وهنا هتبقى 1 على s بس اشيل كل s واحط s بلس 2، وهنا e باور نيجاتيف 2 في s بلس 2، تمام؟ اللي هي تطلع في الاخر الشكل اللي انا عندي فوق ده، يبقى عندك الطريقه دي او عندك الطريقه دي، تمام؟ تعالوا نشوف رقم دي، دي بتقول ايه دي؟ دي بتقول 2 t ناقص 4 e باور نيجاتيف e باور 2 t ناقص 2 في u نود اوف t ناقص 3، تمام؟ هعمل ايه بقى؟
هعمل نفس الكلام، ماشي؟ هعمل ايه؟ هاخد 2 الاول common factor بره هنا، دي تبقى عندي t ناقص 2، وازود ناقص 1 plus 1. ليه؟ عشان بس اطلع الشكل بتاع u of t ناقص 3. وبعدين e power 2t ناقص 2 برضه هزود 1 وناقص 1 و u node of t ناقص 3، ماشي؟ بعدين بقى عندي 2d وبعدين t ناقص 3 كده plus 1 e power 2t ناقص 3 plus، ماشي؟ بعدين خلاص دي كده، وبعدين بقى عندي e power كام؟ 2 u node of t ناقص 3، ماشي؟ هاخد بعد كده 2 باور 2 دي كومن فاكتور بره، وبعدين ادخل الكلام ده، يبقى عندي t ناقص 3 في e باور 2 t ناقص 3 في u نود اوف t ناقص 3 بلس e باور 2 t ناقص 3 في u نود t ناقص 3، وبقت مسألة زي المسألة اللي فاتت. طيب اللي مركزش معايا في اللي فاتت نشوف، هينزل e باور 2 e باور 2، وبعدين هيبقى t في u عبارة عن ايه؟ 1 على s سكوير، بس اشيل كل s واحط مكانها دي 2، تبقى s ناقص 2 كل سكوير، والتايم شيفتنج هيبقى عبارة عن e باور نيجاتيف 3s، تمام؟ بس بعدين الشيفتنج هيبقى e باور نيجاتيف 3s واوفر s ناقص 2، تمام؟ ماشي؟ فهعمل نفس الكلام، هاخد 2 e باور، هاخد e باور نيجاتيف 3s بره، هتبقى e باور 2 مضروبة في e باور نيجاتيف 3s، وبعدين هاخد common factor s ناقص 2 كله سكوير عشان أجمع، فيبقى عندي 1، وبعدين هيبقى عندي s ناقص 2، هيبقى عندي 2 e باور 2 e باور نيجاتيف 3s مضروبة في s ناقص 1 على s ناقص 2 كل سكوير، تمام؟ طيب بعد كده رقم e 4t e باور نيجاتيف 3t كوزين 2t u نود اوف t. دي فيها كذا فكرة بقى شوية. هعمل ايه الأول؟ انا عندي t هنا بره، هطلعها بره هنا كده، وبقى عندي function اللي هي 4 cosine 2t u node of t. فاكرين الرول اللي كان بيقول انا عندي لو عندي t f of t وعايزة اجيب لها لابلاس، بتروح لايه؟ بتروح ل negative 1 power n d power n ل s n power n ل f of s. حلو؟ طيب بقى عندي هنا لابلاس للجزء ده، هيبقى انا عندي ايه؟ لابلاس هيبقى بيساوي نيجاتيف 1 باور ال t باور 1 ل d باي دي اس لمين؟ ل f of لللابلاس بتاع ال f of t اللي هي 4 كوزين 2t u نود اوف t. يبقى انا عندي نيجاتيف 1 d باي دي اس ال 4 كوزين 2t كانت عبارة عن ايه؟ وفي هنا كمان e باور نيجاتيف 3t كمان نسيتها، كانت عبارة عن ايه؟ الكوزين عبارة عن s على s سكوير بلس a سكوير، بس كمان في شيفتنج، فيبقى عندي s بلس 3 على s بلس 3 كل سكوير بلس a سكوير اللي هي 4، تمام؟ بس وفي كمان 4 كونستانت هتخرج بره الديريفيتيف، فيبقى عندي نيجاتيف 4 هنا. طيب يبقى عندي نيجاتيف 4، الديريفيتيف بقى الكلام ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن s بلس 3 كل سكوير بلس 4 كل ده باور 2. الديريفيتيف الاولاني اللي هو 1 الثاني اللي هو s بلس 3 كل سكوير بلس 4 ماينس الديريفيتيف الثاني اللي هو هيبقى 2 s بلس 3 في
الفوق اللي هو S plus 3 يعني دي كلها power 2 ماشي. جمع بقى واعمل هتطلع في الآخر ال equation بتاعتك. يعني أنا هعمل هنا كده negative 4 وأنا عندي هنا ده كده أفكك يعني الكلام ده من بعضه هتطلع في الآخر بقى يعني أنا مش هقعد أفك أعمل هتطلع 4 بره وبعدين S square plus 6S plus 5 ماشي. الكلام ده كله هتبقى S square plus 6S plus 13 كل square. فاهمين؟ أنا بس بحاول أوريكم الفكرة. حلو كده خلصنا السؤال رقم 6. بتقول ايه 6 عندنا يا شباب؟ برضو نفس الفكرة بس ده بقى عندنا differentiation. يعني ايه؟ ثواني. بمعنى الرول بتاع differentiation، بقول ايه الرول بتاع differentiation قبل ما احل؟ فاكرين ان انا لما يكون عندي d by dt f of t وعايز اعمل لها لابلاس الكلام ده اللي هي اسمها f dash of t يعني. بتقول الى s ل f of s ناقص f of 0 minus. هل؟ طيب يبقى رقم ايه بقى؟ انا عندي d by dt لساين 3t. اول حاجة هروح اجيب f of 0 minus يعني ساين 3t وعوض التايم بزيرو فساين 0 بزيرو. هل؟ اروح اجيب بعد كده f of s اللي هي لابلاس بتاع ساين 3t. فاكرين لابلاس بتاع ساين عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 على s square plus a square يبقى 9 تمام؟ بس وسوري هنا في كمان يعني a على sin على s square plus a square. فيبقى اللابلاس بتاع d by dt خلاص بقى انا نعوض على طول 3t عبارة عن s في f of s يبقى 3s على s square plus 9. ده رقم a. تعالوا نشوف رقم b. b بتقول انا عايز plus ل t by dt ل 3 e power negative 4t. يبقى اول حاجة هروح اجيب f of 0 minus عبارة عن 3 e power negative 4t عند t بتساوي 0 e power 0 ب 1 يبقى f of 0 minus ب 3. طيب بعد كده هروح اجيب f of s هي عبارة عن اللابلاس لمين؟ ل 3 e power negative 4t. هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن 3 على ال e power فوق negative 4t في 1. فاكرين؟ هتبقى 1 على s بس دي shifting تبقى s plus 4 تمام؟ ويبقى في الآخر أنا عندي اللابلاس بتاع d by dt ل e power negative 4t 3 هنا هتبقى 3s على s plus 4 ناقص 3. اعمل الكلام ده كله وظبطها هتطلع ناقص 12 على s plus 4 تمام. بعد كده رقم c d by dt ل t square cosine 2t ماشي. هتبقى عبارة عن ايه؟ هروح اجيب الاول f of 0 خلاص حفظنا بقى f of 0 minus هتبقى t power 0 يعني t بزيرو فخلاص ده بزيرو على طول. بعد كده هروح اجيب f of s لمين؟ لابلاس بتاعت الفانكشن اللي جوه اللي هي t square cosine 2t. يبقى فيها فكرتين كده ماشي. الفكرة الأولانية إن الجزء بتاع لابلاس ده هو عبارة عن إيه؟ أنا عندي t فيبقى عندي d power 2 square على ds power 2 negative 1 all power 2 لمين؟ للكوزاين الإفكت اللابلاس بتاع الكوزاين اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن
اس على اس سكوير بلس 4. هعمل الكلام ده derivative power 2، derivative power 2 يعني d by ds ل derivative جوه الأولاني اللي هو s square plus 4 ل ده power 2، بعدين derivative الأولاني في التاني minus derivative التاني اللي هو 2s في الأولاني، هتطلع d by ds ل ايه negative s square plus 4 على s power 2 plus 4 all power 2. الكلام ده لسه هعمله derivative تاني تاني، يبقى s power 2 plus 4 كلها power 4، وبعدين derivative اللي فوق اللي هو negative 2s في التاني اللي هو ده كده minus derivative ده 2 s square plus 4 في derivative اللي جوه 2s كمان negative s square plus 4. ده كده مين ده حضرتك؟ كل ده جزء اللي هو f of s، ظبطها بقى هتطلع يعني لما تتظبط هتطلع اعمل الكلام ده كله، هتطلع 2s في s square ناقص 12 الكلام ده على s square plus 4 كله power 3. يبقى اللابلاس بقى في الاخر بتاع d by dt ل t square cosine 2t عبارة عن s في s، يبقى 2 s square في s square ناقص 12 على s square plus 4 all power 3، تمام؟ وطبعا plus f of 0، f of 0 خلاص بزيرو، حلو؟ اعملوا الكلام بتاع، اعملوا انتوا بقى رقم دي ورقم اي. انا هديكوا الفاينل انسر بتاع رقم دي ورقم هي، بحيث انك انتوا تقارنوا اجاباتكم. لما تحل دي اللابلاس بتاع ده هيطلع 2 اس على اس بلس 2 كلها باور 2 بلس 4، ودي هتطلع اللابلاس بتاعها ب 2 اس على اس بلس 2 اول باور 3، تمام؟ بعد كده بقى 7 ثواني بقى، عشان رقم 7 دي حكايتها حكاية يعني، ده على الانتجريشن حضرتك. طيب بيقول ايه بقى؟ انا عايز لابلاس بتاعت ساين تي على تي. الرول ده بيقول ايه؟ بيقول الاول حاجة ان انا عايز اتشك ان الليمت بتاع تايم بيروح لزيرو لساين تي على تي اكزيست ولا لا، فانا عارفه ان ده بيساوي واحد فخلاص ده بي اكزيست يعني موجود، اول ستيب. هل تاني ستيب، تاني خطوه، انا عارفه ان لابلاس بتاع اف اوف تي على تي بيؤول الى انتجريشن من اس الانفينيتي ل اف اوف اس اي اس. حلو، يبقى انا محتاجة اعمل الكلام ده، لابلاس بتاع ساين تي على تي هيقول الى ايه؟ الانتجريشن اس الانفينيتي للاف اوف اس. طب مين الفانكشن اللي هي الساين؟ ما هي اف اوف تي دي اللي هي دي. طيب عبارة عن ايه؟ 1 على اس سكوير بلس 1 تي اس. لما ارجع للتابل بتاع الانتجرال اللي احنا حاطينه في اول اول الاكسرسايز، التيبل اللي انا كنت هحطه لكم ده، هتلاقيه بيروح ل tan inverse s بس اعوض بالليمتس اللي هي s infinity ل infinity، تمام؟ هلاقي ان انا هعوض tan inverse ل infinity ناقص tan inverse s. tan inverse infinity هي عباره عن ايه؟ باي على الاثنين ناقص tan inverse s. في بقى رول كده بيقول ان عندي tan negative s plus tan negative 1 على الاس بتساوي باي على الاثنين، يبقى باي على الاثنين ناقص تان اس عباره عن ايه؟ عباره عن تان الانفرس 1 على الاس. يبقى اللابلاس بتاع ساين تي على تي الكلام ده، ونخلينا فاكرينه كويس جدا، ماشي؟ هل تعالوا بقى نشوف بقى رقم بي.
رقم بي بيقول ايه بقى عندي؟ بيقول عندي عايز لابلاس بتاع انتجريشن من زيرو لتي ساين تي على تي دي تي، ماشي؟ عندي عندي رول بتقول لما يكون عندي لابلاس ل انتجريشن اف اوف تي على تي دي تي، والكلام ده من نيجاتيف انفينيتي لتي، الكلام ده بيقول الى اف اوف اس على الاس بلس اف اوف زيرو ماينس على الاس، تمام؟ وبما ان انا عندي فانكشن ساين تي دي ما بتبقاش بالنيجاتيف انفينيتي، فهي من زيرو لتي، فهو يعني عاملها لي كده، تمام؟ طب هروح اعمل ايه؟ في طريقتين للحل، بصوا بقى، خلوا بالنا في طريقتين للحل. ان انا اقول والله ان انا اجيب اف اوف اس اللي هي عندي بتاعت لابلاس لساين تي على تي اللي احنا اوريدي جبناها من رقم ايه اللي هي كانت تان انفرس 1 على الاس، واجيب اف اوف زيرو ماينس لساين تي على تي اللي هي هتطلع بزيرو، واعوض في الرول على طول اللي هو عباره عن اف اوف اس هي تان انفرس 1 على الاس واقسم على الاس، وهي ده يبقى اللابلاس. او الطريقه الثانيه، والطريقه الثانيه دي اللي انا افضلها ودي اللي هنحل بيها بقيه المسائل، وركزوا معايا جدا. هقول والله هفترض ان انا عندي فانكشن اسمها اف كابيتال اوف تي بتساوي انتجريشن بتاع الزيرو للتي ساين تي على تي دي تي، هو ده اللي هو كاتبينه، اللي هو ما عملناش حاجه، دي فانكشن اوف تي. هعمل لها ديريفيتيف اف داش اوف تي، لما اعمل ديريفيتيف للانتجريشن هيطيروا بعض، هيبقى اف داش هي عباره عن ساين تي على تي، عندي تي الناحية التانية، فيبقى عندي تي اف داش اوف تي بتساوي ساين تي. عامل لابلاس للطرفين، عايز اجيب لابلاس للكلام ده، يبقى بيساوي لابلاس للطرفين الكلام ده لابلاس لتي اف داش اوف تي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيجاتيف 1 دي باي دي اس لمين؟ للابلاس بتاع اف داش اوف تي، والابلاس بتاع ده اللي هو 1 على اس سكوير بلس 1، صح؟ ودي النيجاتيف الناحيه الثانيه، يبقى عندي دي باي دي اس لابلاس للديريفيتيف كان عباره عن ايه؟ عباره عن اس اف اوف اس ناقص اف اوف 0 ماينس لنيجاتيف 1 على اس سكوير بلس 1، اف اوف 0 ماينس للديريفيتيف للكلام ده هتطلع بزيرو، يعني اف اوف داش دايما اف اوف زيرو قصدي هتطلع بزيرو. يبقى انا عندي في الاخر، بص انا هكتب هنا بس هنا كده، يبقى عندي دي باي دي اس لاس اف اوف اس بتساوي نيجاتيف 1 على اس سكوير بلس 1، ماشي؟ ودي الناحيه الثانيه، يبقى انا عندي دي لاس اف اوف اس بتساوي نيجاتيف 1 على اس سكوير بلس 1 دي اس، اعمل انتجريشن، يبقى انا عندي اس اف اوف اس بتساوي الديريفيتيف الكلام ده الانتجريشن بتاع 1 على اس سكوير بلس 1 ده تان انفرس اس، وفي كونستانت. معلش احنا كنا وصلنا ان احنا عندنا انتجريشن لدي بتاعت اس اف اوف اس لانتجريشن نيجاتيف انتجريشن 1 على اس سكوير بلس 1 دي اس، الكلام ده هيبقى عندي اس اف اوف اس بيساوي نيجاتيف تان انفرس اس بلس كونستانت. طب عشان اجيب الكونستانت ده انا بادئه من تايم من زيرو لانفينيتي، وعشان ابقى بادئه من تايم من زيرو لانفينيتي يبقى هستخدم انيشال، طالما من زيرو لانفينيتي، طالما انا بادئه هنا من زيرو من زيرو لتي قصدي سوري من زيرو لتي، فده هنعمل انيشال فاليو ثيرم. بتقول ايه الانيشال فاليو ثيرم؟ اقول والله الليمت تايم بيروح للزيرو الاف اوف تي بيساوي الليمت اس تروح لانفينيتي لاس اف اوف اس،
يبقى هحط ليميت للكلام اللي فوق ده كده، يبقى ليميت اس تروح لانفينيتي لنيجاتيف tan الانفرس اس بلس السي. تمام، tan انفرس اللي هي يبقى عندي كام؟ يبقى عندي نيجاتيف باي على الاتنين، تان الانفينيتي بباي على الاتنين بلس الكونستانت سي، والليمت بتاع التايم بتروح للزيرو اللي هو من زيرو لزيرو، يعني هقول والله الليمت تايم تروح لزيرو انتجريشن من زيرو لزيرو لساين لتي، سوري لساين تي على تي، في حاجة اسمها زيرو زيرو، فالكلام ده بيقول لزيرو، يبقى الكونستنت بيساوي زيرو ساوي سوري باي على الاتنين. يبقى عندي اس اف اوف اس هي عبارة عن نيجاتيف تان الانفرس بتاعت الاس بلس باي على الاتنين اللي هي تان الانفرس وانا على الاس. يبقى الاف اوف اس اللي هي المطلوبة بتاعتنا عبارة عن تان الانفرس وانا على الاس على الاس اللي احنا اوريدي كنا جبناها من اول خطوة. فاهمين قصدي؟ طيب اللي مش فاهمني تعالوا نشوف رقم ب. رقم سي هي بسرعة، رقم سي، رقم سي نفس الفكرة، بس خلي بالي ان انا عندي هنا ساين اي تي على تي، فانا هنا ده فيه سكيلينج بس، فانا هزود هنا تايم بس، هحط اي واضرب فوق في اي. تمام، طيب لما يبقى عندي سكيلينج هيبقى عندي اف اوف، هيبقى ال A دي هتخرج بره، فاكرين الرول بتاع لما يكون عندي F of A T روح لهنا 1 على ال A F of S على ال A، صح؟ طيب بس انا عندي ال A constant هنا بره، فهعمل ايه؟ هيبقى عندي على A بعدين sin A T على T، كانت تبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن tan ال inverse 1 على S، بس اشيل كل S واحط مكانها S على ال A، ويبقى انا عندي الكلام ده تاني الانفرس A على الاس، ده رقم C. رقم D نفس الكلام بقى، تايم من T لانفينيتي لكوزاين T على T دي T، بس الكلام ده مهم جدا، انا بادئه هنا من T لانفينيتي فهستخدم الفاينل ثيرم، بمعنى انا بقى همشي الرول اللي هو كنا بنقول F of T بتساوي انتجريشن من T لانفينيتي لكوزاين T على T دي T، هقول والله بعد كده هاخد ديريفيتيف، فيبقى انا عندي اف داش اوف تي بتساوي كوزاين تي على تي، ويبقى انا عندي تي اف داش اوف تي بتساوي كوزاين تي، بعدين هاخد لابلاس الطرفين، ماشي لابلاس الطرفين هيبقى نيجاتيف دي باي دي اس لاس اف اوف اس ناقص اف اوف زيرو ماينس، الكلام ده بيساوي لابلاس الكوزاين عبارة عن اس على اس سكوير بلس 1، ده بزيرو خلاص حفظنا بقى، فبقى عندي دي باي دي اس اس اف اوف اس بتساوي نيجاتيف اس على اس سكوير بلس 1، ودي انا هكمل كده، ها هيبقى عندي دي بتاعت الاس اف اوف اس عبارة عن نيجاتيف اس سكوير على سوري اس على اس سكوير بلس 1 دي اس، هاخد انتجريشن الطرفين، فيبقى عندي اس اف اوف اس بيساوي انتجريشن بتاع ده، لو شفنا الرول هضرب هنا بس في 2 واقسم على 2 هيديني نيجاتيف 2 لن اس سكوير بلس 1 بلس سي. الكلام ده جه منين؟ جه من الرول بتاع انتجريشن، فاكرين لما يكون عندي لن of x بيساوي واحد على ال x، طب لما يقول لي ln 1 plus x square، ln of 1 plus x square هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 على x square وعمل derivative بتاع جوه 2x، ده لما اكون بعمل d by dx. طب لو انا عايز اعمل integration هيديني نفس الكلام، عشان كده احنا قلنا، انا مسحت معلش اللي فات، احنا قلنا انا عندي اس اف اوف اس عبارة عن نيجاتيف نص لن 1 بلس اس سكوير بلس سي، وبما ان انا بادئه هنا من تي لانفينيتي يبقى هستخدم بقى هنا فاينل ثيرم،
مش الانيشال. فاينل ثيرم بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي في ليميت تايم بتروح للانفينيتي للاف اوف تي بتساوي ليميت اس تروح لزيرو اس اوف اس. يبقى هعمل هنا ليميت اس اوف زيرو يعني ليميت اس تروح لزيرو ناقص نص لن 1 بلس اس سكوير بلس سي. طب ليميت انفينيتي ليميت تايم تروح لانفينيتي الانتجريشن من انفينيتي لانفينيتي لكوزاين تي على تي دي تي بتساوي عوض هنا الاس يبقى انا عندي نيجاتيف نص لن 1 بلس سي لن 1 بزيرو وده هيبقى بزيرو يبقى الكونستنت سي ده بزيرو. يبقى انا عندي اس اف اوف اس هي عباره عن نيجاتيف نص لن 1 بلس اس سكوير ويبقى عندي f of s اللي هي المطلوبة بتاعتنا يبقى negative 2s ln 1 plus s square ده المطلوب تمام؟